سيبو شاي بلبن بخير ناشط ها صافي ما تبقاش تاوي ياك ها شطيتي اجي ابو شايب شطيتي اش قالك 800 دير 7 ونص دير 7 ونص صافي يا ابو شايب شحال عندك شحال عندك سبعة ونص يلا حيت بالك بالك واش تبعتوني بجوج تبعتوني بجوج سي الله يصدقك لا الناس دراوش لا اللي شرا ولا اللي باع الناس دراوش ارى لي 10 دراهم نجيب لك 100 صاحبك لا شحال بعتيني؟ شحال بعتيني؟ سبعة ونص ملي قلت يا ما نقدوش خسروك حتى وجهك حاجة سير الله يهنيكم الله يسر وهاد التمن شحال بعتيه؟ شحال هاد خويا؟ باش ما قسم الله قالك هادي 1200 العواد ما فيهاش لا الخم لا والو قالك 1200 ما تتساوي حتى شي حاجة على حساب الفلاحة ورانا هادي لاباس وهذا قالك باع ما رتباع الف ريال السلام عليكم كي دايرت؟ بخير بخير لاباس الله يحفظك شحال هاد الخير 840 840 باش بعتو ولا بغيتو ولا شو؟ عطاونا 800 كنقولو 840 تسير بحالك تسير بنت الشفاريتات ما كاينه حاجه لا كان نركدو في هاد البنات ها هو ما تباعش راه من الثلاث وبيدور من الخميس اللي جاي الهضره علاش كتقول بها او انت زعما جاي نعيب نعيب من ما داير والو 840 نسمعوا الفلاح اش غادي يقول الفلاح ومال الكاميونات وتسير حد قاروك راه غتشعل العافيه في مواليد التمن اللي ناعسن ثاني ناعسن قلت لي 840 اللي بغيتو لا عطوها ليكم 800 قلنا لهم 840 السلعه ديال برايس هذا هو السي بريس الله يحفظ منك ومنه اودي وهذا السي الزقور يمو فين الباترون كي داير بخير غبور هادي شكت تبان لي فاش ما يكونش شرا تتبان واه البهيم شحال ناقصه فيهم 100000 اليوم لا ما كاين لا ناقص لا والو ناقص اليوم باقي السوق شاعل لا ناقص البهيم انت شي من الكذوبات قلت لك ناقص هذا اكبر كذاب عند وليد تبن هذا هذا خرج شو تاع وليد تبن ها الشعكاكه هي اللي تقول كل شيء انت شحال الخير والله حنا تنقولوا 800 باغي تقول تبن ما بقاوش باغيين يشريو التبن اش بغاو يشريو بهيم اش باغيين يشريو اش فضاو سلام واخا مرحبا تتقولي 8 هذا 8 ونص شحال قال لك هذا؟ 760 واش عطيتوه؟ 700 عطي لهاد الناس تلقى مزايزن صارت لسان واش غنقولوا لهم؟ اعطيهم ما سالكيش زيدوه جوج دراهم سير ما سالكيش والله ما سالكيش جوج دراهم والله ما سالكيش شحال بغيتيته شحال؟ يلا سير ب 50 سير 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 حيد سير سير شحال بغيتي تا هز عدو سير خفف سير هادو مالين شرف الملح وشحال هاد الخيرات؟ 800 درهم 40 درهم 40 درهم وبشحال بعتو؟ نبيعو ب 40 درهم وبعتو تسفيرتو ولا ما سال؟ تسفاليله بشحال تسفاليتي؟ 40 درهم قل درهم 39 درهم هادو حرشتي متى؟ لا سي با الزيتون ولكن دابا هادو راه السلعة زايدة على ديال 40 درهم راك كحلت شوي واتم دابا تمشي هضروني شي دابا ديال 40 درهم ماشي 40 درهم لا
هذيك يديوا الفراش حتى هي حتى يديوها اموال الدجاج اموال هذيك كل بيت وكراه اشنو كل بيت وكراه كل بيت وكراه تيقولوه كل باب وكراه تيقولوا كل بيت وكراه 15 ريال الزيتون جديد عدس جديد وماشي زعما بزاف بزاف والو صحيح المسافر انا فين هما اللي ثلاثه مالو جا في رمضان وجيت الفطر ديال العميله برا ها واللي باقي يخدم ما بقاوش يخدموا حسنا ترويسات ما غادي يخدموا اليوم راه كاين اللي خاص الله فضل بعض على بعض في الرزق 15 مية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بخميس سيدي حجاج ولاد مراح إقليم ستاتوني ما عرفوش كاين في المملكة المغربية، الخيرات تنوريوها الجالية المغربية والناس مالين موتون الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 24/10/2024 اشنو تقلتي؟ اشنو؟ تتكمل قولها انا دائما تتكمل اللي عنده تليفون تيجي عندك مرحبا شحال قال لك 1000 ريال مرحبا بك مال بزاف على صحيح بزاف عليكم شحال بغيتي تعطي؟ تعطيها 800 وهذه دوي معاه دوي معاه دوي معاه رخيص صغير رخيص صغير اهلا كيدايرين بخير الله يحفظكم لينا على صالح ياك صالح تتشفاو فيا انتم تتشفاو فيا انا ما غاديش نبقى نصور صالح لحقاش تيعايرني زوينه ويني غاليه على الناس حي خلي فمو عاد يقول اللي بغا كيكون ما بايعش كيكون ياك كنت طالع لي الدم اييه واحد يدير لاباس هذا الامين تاع مالين تمنى الحاج عبد الرحمن وصاحبنا اخونا ويني نضحكوا معاه اليوم كيدير السوق عندكم في التمن صبت واحد عنده رخيص قال لي ودي 1000 ريال قلت لي ها 800 بالزيتون هات هي ديال قلت لهم 800 ها 800 بالزيتون 800 منين هاد الخيرات؟ هذه ديال بقرية دي. بقرية بقرية فين جات هذه البقرية اللي تضربتي عليها حتى فين جات؟ شنو حقل 200 قريب 200 هكا قادير حتى لا و 200 راه جات من مراكش وقام جيت مراكش وقلت لك جيت نقول لك قرب تونات تونات قلت لك قرب انت ما حافظتش هذاك وبارك تقول انا عمار ما راكدينش البارح ساهرين اليوم ساهرين هي بيت شي عرس بيت شطاحوا عرق هذه عرق بايتين في عرس البارح والبار كيدير اليوم البار البال وكل شيء ما كاين فكان واش قلت يا وي علاش قلنا لك الجني وحلبي وحلبي الكرعين اها وتا هذا برك تكذب علي وقال لي انا لامين قول اسي مصطفى قال لك رخيص 800 قال لك انا لامين قال لي انا لامين ياك سيدي مال نقولوا نعطوك الورقه تشوفها قالك وريت مصطفى الورقه مصطفى من وري له انا مراقبه منين جانا غادي يراقبنا عدو شي لا عدو شي غرض نقضيو لي ايه لا عندك شي غرض يقضي لك شرد بالاسي مولا هذا مارشي مشى وخلاه هذا صافي سمح بكل شيء ها هادو شارين عندك ممكن راه ما عرفتش شحال خادو 800 800 يكون ما عرفتش اكثر شحال هنا خويا ماشي ديالنا يكون اكثر شحال يكون السي مصطفى؟ يكون 900 ولا 8 ونص يقدر هو 8 ونص 900 السي مصطفى حريفين ورانا هاد الثمن السوق اخويا ما تعرفش لي كاع كل كاين 1000 كاين 800 كاين السوق جاي مهيدم عندكم خايفين من الشتاء تكون الحمد لله بغينا على الشتاء يدير على الفرن
معلم. انت شحال الخيرات؟ شحال؟ ألف. ألف جيبي تاتا سير السمسار. سير السمسار. والله والله ما كذبتي. والله العظيم ما كذبتي. والله تعال لقيت بياسه في الطوموبيله فاش بغيت نركب لقيت بياسه. بيت سهران. واحد الكريك عندي الله يحفظ منه. عيان. عيان قتلني. بعد الزيت. مالو ما مالو. ما هزش ولا. لا هز هو شويه قاسه. وقال لك 1000 ريال. يصومك. شحال؟ يصومك. نعطيو 8. نعطيو 8. لا 8 اللي نعطيه. هات كاين. وغنبيعوه قولي تعالوا لهنايا ها هو كان دي من احنا في سيدي حجاج بولا تبراح الخيرات موجوده وهذا السمسار تاع مواليد 8 هذا بدا وشري زين اش قلت انا؟ الثمن كاين الثمن كاين كاين الثمن تيقول الثمن كاين هذا باعوا يبيعوا ب 8 ونص ولا هكا كيبيعوا 11 هذه 70000 هكا قال 1000 شحال وليدي هاد الخيرات؟